كشفت شركة تصميم ملابس وقمصان المنتخب الإيطالي لكرة القدم النقاب عن القميص الجديد للاعبي المنتخب، وتعد هذه المرة الأولى التي يتخلى فيها المنتخب الإيطالي عن لونه التاريخي الأزرق والذي بسببه لقب بمنتخب الأزوري. وجاء القميص الجديد باللون الأخضر الداكن، ولم يسبق للمنتخب الإيطالي أن ارتدى قميصاً أساسياً يحمل ألوان علمه الأحمر والأبيض والأخضر، حيث ارتبط منذ أكثر من 100 عام باللون الأزرق.